من خلف متاهات الحرب الكثيرة والخطيرة يبرز أسوأ مرض في التاريخ ليعاود الظهور مجددا في اليمن بزمن الحرب. لا يدري المواطن اليمني كيف سيموت، فالخيارات أمامه عديدة من حرب وجوع وكوليرا. وباء الكوليرا لا يمكن وصفه بالقاتل الصامت، فأنين المصابين يطغى على ما عداه، ونداءات الاستغاثة تعلو معلنة دخول المرض مرحلة خطيرة. حالات الاشتباه وتلك المؤكدة منها في ازدياد ملحوظ، والمستشفيات المتوقفة معظمها عن العمل تعج بالمرضى، رغم إعلان المنظمات الدولية انحسار المرض وقدرتها على السيطرة عليه. لكن الواقع يقول لا شيء تحسن أو في طريقه لذلك، فأعداد الضحايا في ارتفاع لم يسبق له مثيل، كما أعلنت عن ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي أضافت بأن عدد ضحايا الكوليرا في اليمن وصل إلى 1587 حالة وفاة منذ أواخر إبريل الماضي، وتم تسجيل أكثر من 262 ألف حالة اشتباه بالإصابة. منظمة الصحة العالمية أكدت هذه الأرقام المخيفة، وقالت إن سقطرى باتت المحافظة الوحيدة التي لم ينتشر فيها الوباء من إجمالي 22 محافظة يمنية.